تعبان فما قدرش يجي، فهو القسم المشترك. بس الدكتور عادل اساسا ابونا الروحي يعني، هو بيدياتريك بس احنا مع بعض نيوروتولوجي طول الوقت. فان شاء الله احنا هنبتدي قبل الافتتاح الرسمي هنبتدي برايزنج ستارز، المدرسين مساعدين معانا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، ربنا يكرمهم على وش الدكتوراه وياخدوا دكتوراه، هيقدموا لنا شويه حالات كده انترستنج، فان شاء الله ننبسط كلنا بيها. اتفضلي يا امير. صباح الخير. Thank you my professors, my chairpersons, thank you entities. Today we will start with the lecture about acute kidney injury case presentation. في الحالة دي بس احنا هنمشي step by step علشان نعرف العيان كان متشخص ايه وبعدين وصلنا ليه في الاخر. Full term male, day 18 of life, presented with renal failure, referred to our unit for hemodialysis from outside. Background, male patient, full term, newborn, 38 weeks, birth weight was 2.7 kilograms, delivered vaginally for non-consanguineous marriage, maternal age was 35 years, gravid at 2.0+1, accidentally discovered to be eclamptic at time of labor, with no NICU admission before. Case presentation, patient presented at day 12 of life with oliguria, sleepiness, weight loss, and refusal of oral intake. Next day, the patient developed vomiting, tachypnea, and cyanosis, presented to the ER with the, hypothermia, cyanosis, shock, and required intubation at the time. Labs on presentation, patient was severely acidotic, pH 6.9, CO2 was 59, bicarb was 14.6. CPC showing hemoglobin was 16.7, platelet was 128. CRP was positive, PON was 189 with caryate 4.9. No other lab abnormalities. At the time, imaging showing the transcranial ultrasound showing hyperemia for follow-up, pelvic abdominal ultrasound, edematous intestinal wall with poor motility and poor blood supply. Echo showing right ventricular hypertrophy with diastolic dysfunction, dilated LV with systolic dysfunction, with severe pulmonary hypertension, pulmonary pressure was 76. Significant BDA, hypovolemia, well, ejection fraction في الوقت ده كان 44.7 و BDA 1.8. في الوقت ده احنا فكرنا للعيان هنمشي في حالة renal failure، فهو يا إما pre-renal أو renal أو post-renal. الميجر كوزز بتاعت البري رينال ممكن يكون هامرج دي هايدريشن او كونجستيف هارت فيلير او رينال كوزز اكيوت تيوبلر نيكروزس او رينال اسكيميا او رينال ارتري ثرومبوزس او بوست رينال كوزز بقى اوبستراكشن بوست رينال. في الكيس بروجريشن بتاعنا العيان ركب سب كليفيان سنترال لاين ويز اي في فلويد ريستريكشن ورينال ادجستد انتي بايوتكس، لكن العيان في الوقت ده لما ركب لاسترا كان انوريك. بعدين العيان started peritoneal dialysis with deficit bicarb والacetic fluid tapping showing كان exudate ومفيش cells ونegative cultures sputum وblood culture was negative to exclude sepsis. بعد ما بدأنا peritoneal dialysis العيان developed improvement في renal function بتاعته ولكن فضل anoric حتى بعد ما بدأنا dialysis. On presentation to our unit for hemodialysis البيشنت أول ما جالنا كان disturbed conscious level, vital data بتاعته كانت heart rate normal, intubated, ventilated, but he was hypertensive. مفيش كان abnormalities في البرزنتيشن غير عندنا lower limb edema وscrotal edema وهباتوميجالي. نعم. ونيمونيا. نيمونيا وكان intubated على نيمونيا. Initial investigation اللابس بتاعتي كانت الاي بي جي بدات تبقى امبروفد على الدياليسيس والهيموجلوبين دروبد ل 8.5 والبليتليتس كان 76. بان والكريات بارشلي امبروفد و البومين 2.3 والليفيتد ليفر انزيمز في ابي بوست بوزيتيف. دي الاكس راي بتاعتنا وقت البرزنتيشن. بعدين لما جه عندنا عدنا السونار بتاع العيان كان فيه مودريت فري فلويد كولكشن وبايلاترال نيفروباثيك كيدنيز وذ ريفرس دايستوليك بلاد فلو في رينال ارتريز موست لايكلي نيفروباثيك بارينكيماتوس ليجن. ترانسكرينيال الترا ساوند كان نورمال والايكو بتاعنا كان فيه بي دي اي اكبر 3.2 ملي وبالمونري بريشر بدا يقل ودايليتد رايت فنتريكل وليفت سايد ارش ما كانش فيه اوكو ارك. طيب بعدين عيالنا كان هايبرتنسيف اون بريزنتيشن ستيل برضه هايبرتنسيف حتى بعد ما بدانا الانتي هايبرتنسيف وعملنا فيها اسكاليشن. في الوقت ده فكرنا ان احنا ممكن نقيس البلاد بريشر بتاعنا في الابر ليمب واللور ليمب، لقينا ان الابر ليمب البلاد بريشر بتاعنا اعلى من اللور ليمب في الوقت ده، ففكرنا ان احنا ممكن عيالنا يكون
كو ارك. طيب بدانا نحس الفيمورال بالسيشن كانت فينت شويه وبايلاترال لور لين بايديما. بدانا الدايلسيس بتاعنا نقلل الفلويد بتاعتي علشان ما اعملش كومبريشن مور على الاورتو. والايكو رجعناه تاني لقينا برده ان انا ما عنديش عيان ده مش كو اركتيشن. في الوقت ده فكرت الديفرنشال دايجنوزس للفينت فيمورال بالسيشن واكيوت كيدني انجري ايه ممكن يكون كو ارك او انتربتد اورتيك ارش او تايت اورتيك ستينوزس او ليفت هايبوبلاستيك هارت. عدنا تاني اللي عملنا رينا الدوبلكس وعدناه لقينا البوست كيدنيز كانت نورمال لكن الاورتا سين بارشلي ثرومبوزد بلو الليفل بتاع السوبيريور ميزنتريك ارتري وعامل كولابسد فيمورال ورينال ارتريز كومبرومايزنج بلاد فلو في الرينال والاورتا وهو ده كان سبب ان العيان داخل في اكيوت كيدني انجري. دي شكل الثرومبس بتاعتي في الاورتا انكلودنج الاورتا وهنا في الليفل بتاع الرينال فيزلز. ف عرفنا الكلاسيكال مانيفيستيشن بتاعه الاورتيك ثرومبوز السادن اونست اوف ابسنت فيمورال بالسيشن وبور سكين بيرفيوجن وديتيريوريشن في الكيدني فانكشن ومعاه سيستوليك جريدينت بتوين الابر واللور ليمب. والريسك فاكتور كانت موست كومن كوز 80% من الحالات بيكون معاهم امبليكال ارتري كاتيترايزيشن بس ده ما كانش موجود في العيان بتاعنا. اذر ريسك فاكتور دي هايدريشن او بوليسايسيميا سيبسس لو كاردياك اوتبوت او برينيتال اسفيكسيا او ماتيرنال دايابيتس وانهيدريت ثرومبوفيليا. بعدين بدانا في العيان على طول علشان انا عندي اند اورجان دامج بدانا ار تي بي اي بالالتي بليز وبدانا نعيد الدوبلكس بتاعنا خلال 48 ساعه كل 12 ساعه ما كانش فيه تشينجز في الثرومبس والبيشنت. بدانا نعمل اسكاليشن في جرعه الار تي بي اي بالاكزامينشن بتاعنا بدا العيان يسوق في وورسنينج في الديفلوبمنت بتاع الموتلينج في الموتلينج في اللور ليم بدا يبقى عندي هنا بدا يظهر اماكن جانجرين في اللور ليم. طيب الاوبشن مانجمنت بتاعي لو انا عندي عيان اورتيك ثرومبوزس هو مانجمنت اوف سيمبتوماتيك نيونيتال اورتيك ثرومبوزس ديبند على الكلينيكال برزنتيشن بتاع العيان والسنتر كابابيلتيز بتاعتي. سيستميك انتي كواجولانت المفروض ابداها لو انا عندي نون اورجان او ليمب او لايف ثريتنج ثرومبوزس وسيمبتوماتيك ليجن او لو انا عندي سيمبتوماتيك ليجن واورتيك ثرومبوزس ممكن ابدا ساعتها ثرومبوليسيس. طيب تراست جايد لاين بتقول لي ان انا ان احنا نبدا بالار تي بي اي الالتي بليز والالتي بليز افضل من الستريبتوكاينيز واليوروكاينيز في المانجمنت اوف ثرومبو امبوليك ديزيز. الالتي بليز هاز ا كلوت سيلكتيف ميكانيزم اوينج تو انكريز فايبرنس سبيسيفيتي اند كونفرت البلازمينوجين انتو بلازمين وفيردر مور الالتي بليز ليه لو افينيتي للسيركيليتنج بلازمينوجين اند شورت هاف لايف. هنا دي الجايد لاين بتاعتي لو انا هبدا الالتي بليز والكونترا انديكيشن وايه اللابس اللي انا المفروض ابداها قبلها. طيب هل انا لو عياني ما استجبش على الالتبليز في اوبشن تاني ان انا اعمل ابدا ادور عليه في العيان ده؟ هنا الجورنال بيدياتريك سيرجري كيس ريبورت كانوا ريكومندنج ان انا لو انا عياني عنده ايفيدنس اوف اسكيميا واند اورجان ديسفانكشن وبدات انتيكو اجيلان بدات ثرومبوليسيس وما تحسنش اعمل سيرجيكال ثرومبكتومي. تيك هوم مسج ان نيتال اورتيك ثرومبوزيس از رير بوت بوتنشلي لايف ثريتنينج كونديشن. Classical manifestation of aortic thrombosis may be like severe coarctation of aorta. Severe thrombosis can present with imminent tissue loss with visceral ischemia. Anticoagulant alone is generally accepted if there is no organ or limb threatening thrombosis. Symptomatic lesion systemic thrombolysis is well described treatment. Upfront surgical thrombectomy في الحالات اللي مش بتريسبوند لل RCPA ومعها end organ damage. Thank you. شكرا دكتورة أميرة على البرزنتيشن. هي فعلا الحالة دي كانت حاولنا معاها للأسف بالثرومبولايسيس بس فشلنا. ثرومبكتومي ما كانش في أي حد لا الفاسكولار قادر يقول أنا أتدخل في نيونيت بهذا الوضع بهذا العمر. بتوع الانترفنشن راديولوجي برضو لجأنا لهم ممكن تحقنوا فشلوا برضو قالوا لا ما ينفعش مش السن ده ولا عندنا أساطر تنفل الطفل ده. unfortunately طبعا البيشنت دايت. أنا ليا تعليق بس صغير إن هو دايماً بيبقى الكواركتيشن في أورطة والأورطيك ثرومبوزيس بيبقوا بيدخلوا في الديفرنشال دايجنوز مع بعض. يعني إحنا كان عندنا حالة قبل كده هي one of twin وكان presented بالور في bilaterally lower limbs والفيمورال بالسيشن ما كانش محسوس والإيكو قال إن كواركتيشن ودخل العملية جوه العملية دكتور حسن مفتاح لأنه مش كواركتيشن وإنه أورتيك ثرومبوز العكس. الهيريديتري ثرومبوفيليا طبعا في وجود دكتورة جليلة من أهم الريسك فاكتورز اللي لازم تبقى اكسكلودد بالهيستوري وبالانفستيجيشن.
العيان بتاعنا بتاع تخصصي كان عنده فاميلي هيستوري لثرومبوفيليا، وكانوا عاملين جين كان عندهم ميوتيشن بالفعل، وللاسف عادتهمش. حاولنا مع التيم بتاع الكورونرز اللي بيعملوا باي باس، كل التيم بتاع الاساطر بتاعت الادلت، بس عن طريق حتى انجكشن فايرال امبيليكال فينوس كاستر، بس ما كانش كان مستحيل ده. طبعا دكتوره رانيا، مش عارفه ان دكتور حاتم دكتور حاتم جوزها كان عندنا حاله توينز و 900 جرام 800 جرام، وبعدين عندهم ثرومبوفيليا، والاثنين جالهم جانجرين في اللور ليمس، وعاشوا وخرجوا من عندنا وماتوا في البيت. بس في النهايه ثرومبوفيليا ما ننساهاش ما ننساهاش، الكلام ده من زمان خالص خالص خالص. لكن احنا عندنا ثلاثة options ان احنا نشتغل عليهم. although the guidelines حطلنا الoption بتاع anti-thrombotic drugs ما نستخدمهاش الا لو كان organs are safe. لا، انا رأيي ان احنا بنعمل الثلاث حاجات. الحاجة الاولانية اللي هي بنحاول to extract the thrombus. الحاجة التانية ان احنا ندي الكليكسان still we can use it but not the heparin، لان الهابرين بيشتغل على anti-thrombin 3، والanti-thrombin 3 already بيبقى deficient في السن ده. والحاجة الثالثة بلازما، لأن البلازما كان أفر الأنتي ثرومبين 3 اللي هو ممكن يساعد في الموضوع. فلو أنا كان عندي حالة very critical هخش بالثلاثة، مش حامل يعني، بالرغم ان هي الجايدلاينز حطها ان ستابس ان هو لو ما عندوش اورجن دامج يبقى ما استخدمش الكليكسان واستخدم بس التيبيليز. لكن لو انا عندي اوبشن تو سيف ماتش ان انا ادي الثلاث حاجات، اعمل الثلاث حاجات. ليه بقى؟ لان الثرومبس انا بشيلها بالثرومبوليسز، لكن بمنع فيردر فورميشن اوف ثرومبوزز بالكليكسان، وبدي الانتي ثرومبين لو انا هقدر ان انا اعوض يبقى بدي البلازما. فلو قدرت ان انا اعمل ثلاثه ماي سيف سم بيشنتس. يعني هو التشخيص اتاخر لان الراديولوجي نفسهم ما قدروش يوصلوا للاورتيك ثرومبوزز ده بسهوله. هو يعني طبعا صعب، بس يعني إن ممكن تستخدمي ثلاثه، انها تقدر تكتشف ان الثرومبس في الاورطه، وكان الفولو اب كل يوم الثرومبس بتزيد في في الحد، وما كانش كان اعتقد ان هو كان واخد الكلام. اعتقد ان احنا اول ما اكتشفنا ادينا الكلام بدايه قبل التيشو بلازما فعلا، بس حاولنا مع بتوع الفاسكولار بتاع الفاسكولار فقلنا خالص. عبد الله دي محمد عبد الله ذا سكند